ترتيب الفريق في الدوري هو معيار الحكم العادل على الموسم. الاستمرارية والتعامل مع الظروف المختلفة هما اللي بيحكموا على جودة الفريق بكل عناصره، المدرب، اللعيبة، الأساسيين والبدلاء، المساعدين، مخطط الأحمال، وحتى دكتور الفريق وقبلهم التخطيط الإداري للنادي. الدوري حتى لو بيديك فرصة إنك تعالج الأخطاء اللي وقعت فيها في بداية الموسم، فهو عكس ماتشات الكاس وخروج المغلوب، لأنك محتاج تجمع أكبر قدر من النقاط من كل المنافسين، مش التغلب على أقوى منافس بس. لو الحظ خدمك في ماتش اتنين مش هيبقى معاك طول الموسم. لو تشكيلك الأساسي كان في قمة مستواه في ماتش خروج مغلوب، ففي الدوري مستحيل تلعب بتشكيل واحد كل الماتشات. في الدوري انت مش بس بتحاول ان انت تكسب المنافسين، انت بتحاول التغلب على حاجات زي الاجهاد والارهاق والغيابات والايقافات وحتى الاخطاء الادارية. وببساطة النادي اللي هيقع في اخطاء اقل هو اللي في النهاية هيكسب بطولة الدوري. والموسم ده الاهلي استحق يكون بطل الدوري بعد مشوار بطولي استمر 29 ماتش ما خسرش خلالهم لحد إعلانه رسمياً بطل الدوري للمرة 43 في تاريخه. الأهلي الموسم ده فاز بخمس بطولات تحت قيادة مارسيل كولر، الدوري، الكاس، دوري أبطال أفريقيا، وبطولتين سوبر. خسارة أي بطولة منهم باستثناء الدوري كانت هتبقى مقبولة بحكم إن ده أول موسم لكولر مع الأهلي وفي قارة جديدة اللي هي قارة أفريقيا. الدوري هو البطولة الوحيدة اللي كان الأهلي هيرفض التفريط فيها، خصوصا بعد خسارته موسمين لصالح الزمالك. والدوري هو البطولة اللي كان هيقيم بيها الأهلي الموسم بتاعه ومارسيل كولر، مش دوري أبطال أفريقيا اللي الأهلي فاز بيه للمرة 11. ولأن الأهلي كان مختلف وعالج أخطاء الموسمين اللي فاتوا، قدر إن هو يفوز بالدوري. الأهلي بدأ مشواره في دوري أبطال أفريقيا يوم 18 فبراير بالخسارة من الهلال، ولحد ماتش التتويج بالبطولة يوم 11 يونيو ضد الوداد لعب الأهلي 9 ماتشات في الدوري، فاز في 8 منهم وتعادل ماتش واحد بس كان ضد الداخلية، وخلال نفس الفترة قدر ان هو يفوز بكاس مصر والسوبر. الموسم اللي فات الأهلي برضو بدأ مشواره في مجموعات دوري الأبطال يوم 18 فبراير، ولحد الخسارة من الوداد في النهائي يوم 30 مايو لعب الأهلي 9 ماتشات برضو في الدوري، بس فاز في 5، اتعادل في 3، وخسر من المصري. الموسم اللي قبله الأهلي بدأ مشواره في مجموعات دوري أبطال أفريقيا يوم 16 فبراير، ولحد ماتش التتويج بالبطولة يوم 17 يوليو ضد كايزر تشيفز لعب الأهلي 14 ماتش في الدوري، فاز في 9، اتعادل في 3، وخسر 2. في الموسمين اللي فاتوا كان الأهلي بيبدأ مرحلة المجموعات في دوري أبطال أفريقيا وهو في وضع مريح في الدوري، لو كسب مؤجلاته يتصدر بسهولة، بس اللي كان بيحصل ان الاهلي بيوقع نقط مع تقدم مشواره في دوري الابطال، وفي النهاية كان بيخسر الدوري. نتائج الاهلي في الدوري الموسم ده ما تأثرتش بالمنافسة على كذا جبهة، رغم ان الفريق فاز بالنهاية بدوري ابطال افريقيا، رغم انه لعب بنفس المعدل تقريبا. المدرب كان قادر يعمل التدوير اللي يحافظ له على حيوية القوام الاساسي للفريق علشان الماتشات الكبيرة بدوري ابطال افريقيا، وفي نفس الوقت ما يخسرش نقط ضد فرق منتصف وقاع جدول الدوري. واغلب العناصر كانت على قدر المسؤولية، لدرجة ان الاهلي في 4 ماتشات شارك فيه مصطفى شوبير الحارس الثالث للفريق استقبل جول واحد بس، كان في ماتش بحجم نهائي دوري ابطال افريقيا. النقطة التانية المهمة ان الاهلي حاليا بيغيب عنه 4 لعيبة بس بسبب الاصابة، منهم اكرم توفيق وكريم فؤاد اللي تعرضوا للاصابة بقطع في الرباط الصليبي من اول الموسم. في نفس الفترة دي الموسم اللي فات الاهلي كان متضرر من غياب 8 لعيبة بسبب اصابات عضلية. طبعا مع نجاح كبير في التعامل والاستفادة من بيرسي تاو، اللي في مفاجأة ما كانش يتوقعها أكثر مشجعي الأهلي تفاؤلاً، غاب مرة واحدة بس طول الموسم. في الموسم اللي فات وبعد إقالة موسيماني دخلت إدارة الأهلي رهان غير مفهوم لحد دلوقتي مع ريكاردو سواريش. صحيح إنه كان قدم نفسه كمدرب واعد حقق إنجاز مع فريق صغير في البرتغال، لكن الأهلي كان في وضع
يخلي فرص نجاح سواريش أقل بكتير من احتمالات فشله، وده اللي حصل فعلا. الأهلي كان خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومحليا الزمالك كان بيستفيق مع جوزفالدو فريرا، فكان غريب إن إدارة الأهلي تروح تفكر في مدرب شاب ملوش خبرة التعامل مع أندية كبيرة إدارتها متطلبة وجماهيرها متطلبة، خصوصا إن الجدول كان مضغوط ما بيديش مساحة للتجربة أو تنفيذ أفكار خططية جديدة، ده غير إنه طبعا كان بيشتغل لأول مرة خارج البرتغال. فكانت النتيجة إن الأهلي خسر الدوري والكاس لصالح الزمالك اللي كان تفكيره مختلف عن الأهلي، والجوء لجوزفالدو فريرا موفق لأنه راجل عارف الكرة المصرية ومر بالتجربة دي مع الزمالك قبل كده. بعد رحيل سواريش قبل ما نعرف إذا كان مدرب كويس ولا لأ، الأهلي قرر إن هو يروح لمارسيل كولر، مدرب كبير فاز ببطولات مع كل الفرق اللي دربها، منهم بطولتين دوري في سويسرا، وصل مع منتخب النمسا لأعلى مركز في تاريخهم في تصنيف الفيفا، مدرب لايق على الأهلي، قادر يتعامل مع ضغط العمل في الأهلي، إدارته المتطلبة، جماهيره المتطلبة، ونجح في تحقيق يمكن أكتر من اللي إدارة الأهلي كانت رسمال نفسها الموسم ده. هل الأهلي ما وقعش في أخطاء طول الموسم؟ أكيد حصل، ويمكن أبرزهم طريقة إدارة سوء الانتقالات في الصيف. برونو سافيو ما كملش الموسم مع الأهلي، شادي حسين ما نجحش في إقناع مارسيل كولر مع عدم التعاقد مع المهاجم اللي طلبه المدرب، لكن كان عنده مارسيل كولر اللي قادر يهيئ الظروف لمصلحته ولمصلحة فريقه، فقدم حسين الشحات بمستوى يمكن الأفضل ليه من ساعة انضمامه للأهلي، فبقى خبر تجديده مع الأهلي مهم، رغم إن عدد كبير من جمهور الأهلي ما كانش هيفرق معهم إذا كان حسين الشحات مشي في نهاية عقده ولا لأ لو كنت سألتهم عن رأيهم السنة اللي فاتت. استفاد من عودة كهربا من الإيقاف وبقى معاه هداف الفريق، وفي يناير ضم لفرقته لاعب مثل إضافة فنية كبيرة وقدر ينفذ له فكرته في خط الوسط وهو مروان عطية، محطات في مشوار تتويج الأهلي بالدوري تخلي كولر يستحق دعم إدارة الأهلي في توفير عوامل النجاح له، ويبقى هو المسؤول الأول عن إدارة التعاقدات، يختار مين يمشي ومين يقعد ويرسم سيناريو لمستقبل الفرقة معاه. في المقابل الزمالك المنافس التقليدي للأهلي كان بيقع في كل الأخطاء الممكنة وما بيديش لنفسه حتى الفرصة لتصحيح الأوضاع طول الموسم. موسم الانتقالات الصيفية ضرب في وش المدرب اللي استحمل إيقاف الزمالك عن فترتين قيد، إقالة المدرب وبعدها عودته بعد ماتش واحد بس من غير المساعدين الأجانب بتوعه، إهدار موسم الانتقالات في يناير من غير علاج العوار اللي كان موجود في الفريق، ده غير كم المشاكل اللي صدرتها الإدارة للفريق طول الموسم من غير أي مبرر. وهنا يوضح لك ليه النادي اللي يقع في أخطاء أقل هو في النهاية اللي هيكسب بطولة الدوري الحاكم العادل على نجاح الموسم من عدمه، وليه الموسم ده استحق الأهلي يكون بطل الدوري.